أنا معي من باريس مباشرة موفدة أخبار الآن جنان موسى. مساء الخير جنان، آخر الأوضاع من عندك، الأجواء كيف هي بباريس؟ طبعا وصلتي اليوم، وما المعلومات لديك خاصة فيما يتعلق عن معلومات أمس بوجود باسبور لسوري جنب إحدى الجثث؟ تفضلي جنان. نعم ميسون، مساء الخير. طبعا هناك حالة من الصدمة في باريس، هذه المشاهد التي نقلتها وسائل الإعلام أو ما حصل هنا في باريس ربما تكون مشاهد متعودين عليها في عواصم مثل بغداد أو في الرقة أو في بيروت، ولكن صور غريبة جدا على مجتمع أوروبي وخاصة على عاصمة أوروبية مثل باريس. نحن نتكلم عن مسلحين كانوا في الطرقات، يعني معهم أسلحة أحزمة ناسفة، معهم كلاشينكو، هجموا على عدة مواقع في العاصمة ومنها مسرح بتكلان حيث أنا موجودة الآن. الأجواء هنا، الهجوم حصل نهار الجمعة، نهار السبت البارحة حسب يعني حديثي مع المواطنين هنا كان هناك حالة من الحذر، لم يخرج العديد من الباريزيين إلى شوارع العاصمة خوفا من أنه هناك ربما كان بعض المسلحين بعد منتشرين، هناك كان حالة من التوتر. ولكن اليوم هناك حركة ملحوظة في الشوارع، العديد من المواطنين يخرجون يأتون إلى الأماكن التي تم الهجوم عليها، يضيئون الشموع مثل ما أرى هنا، يصلون، يضعون يعني الورد، البعض منهم يبكي عندما يصل هنا. هناك حالة من الحزن، حالة ملحوظة جدا، ولكن أيضا خوف، لأنه الأشخاص وحسب المعلومات اللي بدأنا نسمعها اللي نفذوا هذه الهجوم كانت معروفة للمؤسسات الأمنية في البلد وللاستخبارات، ولم يتمكن كانوا من وقف هجوم مثل هذا الذي يبدو بأنه أخذ وقت للتخطيط وأخذ أيضا كانت عملية يعني منظمة، وكان هناك يعني كانت معقدة، وطبعا أسفرت عن حوالي 129 قتيل، وهذا الرقم لم نراه في أوروبا، لم ترى تشهده باريس منذ الحرب العالمية الثانية. بالنسبة لجواز السفر السوري، طبعا الذي نعرفه هو أنه كان هناك جواز سفر سوري بجانب أحد المسلحين، هذا لا يعني بأن المسلح هو من سوريا أو المسلح هو نفسه من اللاجئين السوريين، ولكن ما يعني أو هذا ما نفهمه حتى الساعة أنه باسبور السفر هذا مزور. وأنا عندما كنت آخر فترة على الحدود التركية السورية شاهدت العديد من السوريين وغير السوريين أيضا من جنسيات عربية ومن جنسيات أوروبية يذهبون إلى الحدود لاستخراج جوازات سفر سورية تكلف حوالي 800 دولار 500 دولار أحيانا، وأيضا هويات، فهذه عملية سهلة جدا. ولكن ما تخبرنا عنه هذه وجود الباسبور هو أنه المسلحين أو داعش أو الإرهابيين يريدون أن يستفيدوا من الأزمة اللاجئين الذين يأتون إلى أوروبا، هناك إجراءات أمنية ليست مشددة بالنسبة لهم ويريدون أن يصلوا إلى أوروبا والقيام بأي عمليات يعني يمكن أن يخططوا لها. للحديث أكثر عن الموضوع أريد أن أنتقل إلى بشار دريدي ضيفي هنا، هو صحفي في فرنسا 24. أريد أن أسألك بشار، يعني أنت كنت، أنا لست لا أعيش في باريس ولكنك تعيش هنا، وبالتالي يعني تستطيع أن تشعر أكثر مني بردة الفعل من المجتمع الباريسي تجاه العرب تحديدا بعد هالحادثة وبعد بعد حادثة شارلي أبدو أيضا، أخبرنا عن هذا أكثر. نعم، يعني هي كما كان في الوقت السابق بعد حادثة شارلي أبدو كان بكل تأكيد هناك مشاعر غضب كبيرة من قبل الفرنسيين ولا سيما الأحزاب اليمينية المتطرفة تجاه ليس العرب، هي قضية ليست عرب أم غير عرب، هي قضية أيضا أيديولوجية دينية. شاهدنا قرار رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس يعني التدقيق والنظر وطرد بعض الأئمة المتشددين خوفا من الخطاب الديني المتشدد الذي يمكن أن يساعد بشكل أو ما بتغذية هذه العقول أو تغذية هؤلاء الشبان الذين يعيشون هنا في فرنسا ولا سيما في الضواحي. هي إذن قضية من ناحية الشعب الفرنسي، كان هناك خطابات وحدوية من قبل الأحزاب السياسية، وكان هناك أيضا
بعض النعرات أو بعض الخطابات غير المسؤولة تجاه ولا سيما اللاجئين. هذا ما أريد أن أسألك عنه، يعني عم نسمع كثير ناس بتقول أنه اللاجئين عم بيجيبوا معهم فكر متطرف، اللاجئين عم بيجيبوا معهم داعش، وأيضا هناك أحاديث أكثر وأكثر على أنه الإسلاميين المعتدين في الدين الإسلامي يعني لا يخرجون بشكل علني أكثر ليدينوا هذه الأفعال، هل توافق على ذلك؟ أنا لا أوافق على ذلك من ناحية أنه أول من قام بإدانة هذه الأفعال الشنيعة هنا في فرنسا الأئمة الفرنسيين، الأئمة المسلمين هنا في فرنسا قاموا بالإدانة الشنيعة لهذه المجزرة التي حصلت في باتاكلون أو استاد فرانس أو بعض المواقع الحيوية والهامة التي حصلت هنا في فرنسا والتي أدت إلى مقتل أكثر من 120 شخصا على الأقل غير الجرحى. نعم هناك يعني العديد من يعني الحذر، هناك حذر من قبل الأئمة، من قبل الدعاة، من قبل المساجد أيضا تلعب دورا هاما هنا في فرنسا لتوعية الشباب ولا سيما بالضواحي. لا نتكلم فقط عن منطقة باريس، ولكن الأهم بالنسبة لفرنسا هي الضواحي، حيث يقتل في الضواحي الكثير من ماذا اللوم الأشخاص يعني الذين يصلون الآن إلى فرنسا، بينما مثل ما هو واضح المسلحين يعني عاشوا هنا وهم يحملون جوازات سفر فرنسية. نعم، ما هو هذا الخوف؟ لأنه كان بالبداية كما تفضلت قبل قليل تم العثور على جوازات سفر عربية ولا سيما سورية، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الفاعل أو المتهم هو سوري أو مصري أو إلى آخره. اللاجئ عندما يأتي إلى فرنسا لا يكون لديه أي ورقة ثبوتية سوى جواز سفره، وبالتالي هذا إجراء طبيعي يتخذ أي لاجئ هنا أن يحمل بطاقته التعريفية في فرنسا.